ابتدائية أبيزار سعيد ببلدية تيميزار إحدى المؤسسات التربوية التي تعاني سوء التهيئة خاصة في الأقسام ودورات المياه، الأمر الذي دفع بأولياء التلاميذ إلى منعهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة. كني ذشوا ينصرفون ديكي اون دومون دان بلوك سانيتير جديد باسكو غوردانا تطف ني زانفيكسيون ذيهين تصوني غوردانا يوني كيني ذمي يوضن يتصادن ثان بوتيس من المدو اللي غوردانا لكول ام ذن يغفرنا غورا ونسن وتكرنا راه نكون يونا مثلا نكر ديجا غير ندي نغرق انا بايكوتي لكول ماشي نغرق لكول نقعد غنورا ونا لي كونديسيون تيجي نطار غوردانا باسكو ثورا كيز ما حدا غيطفلو روطار غوردانا هذا مازال يسمى سون توبليجي يمكن هذا قارن لي ماردي هذا قارن لي جودي لي فاندرودي ممكن يوبليجي ان بايكوتي باسكو بايكوتي ديجا غير ندي كلخنا. قرار الأولياء بمقاطعة أبنائهم الدراسة جاء بعدما عجز المسؤولون من الاستجابة لمطالبهم رغم التأثير السلبي الذي سيلحق بالتلاميذ. ما تشيل الأسوسياسيون قارق نحن إلي بارون ديلاب ما تشيل فقون في غارض غان ورونا ما تشيل ضارث النظور خطر ما غران أين اللان دخلتني ظهر كثر بين الأغران ما دنشي عارون غار دونجي جسبير أخير الحارج غمي يتصدنا مدرسة اللي ماهيش مهيئة مثلا في دورات المياه. أنا ذهبت العام الماضي شفت دورة المياه هم دورة المياه قائمة حتى الآن يعني تأدي الدور تاعها. قال لك نزيدوا واحدة أخرى معليش نزيدوا واحدة أخرى. بالنسبة إلى الأرضية قالوا الأرضية رئيس البلدية قال سأتكفل بها. لم تكن العودة إلى الدراسة عادية بمدرسة أبيزار سعيد بولاية تيزي وزو على أولياء التلاميذ الذين منعوا أبنائهم من الدخول إلى المدرسة بسبب الفوضى والإهمال في عدة جوانب وينتظرون إعادة النظر في قطاع التربية بالولاية.